سلام عليكم. كل احنا نرغب انه نسجل محاضرتنا بشكل مقطع فيديو ونأشر على الامور المهمة داخل المحاضرة ونرسلها للطلاب. طبعا من المهم هي انشاء شانل عندك او قناة على اليوتيوب حتى تصعد بها كل اصداراتك. بالنتيجة نفرض انه جدلا انه هاي محاضرتنا مثل ما نشوف، نقدر مثلا نأشر هاي المحاضرة للطلاب، نحكي على هاي المعادلات الى اخره. إذا نباوع مثلا نأشر على هذا المثال، هاي التفاصيل. طبعا هذا الموضوع كله نقدر نجز، يعني ممكن أن ينجز باستخدام التطبيق اللي تم إرساله على مجموعة الواتساب اللي هو الفاست ستون كابتشر. مثل ما نلاحظ، نفتح هذا التطبيق بكل بساطة، راح نلقي التطبيق موجود هنا اللي هو هذا، وراح مباشرة تضغط عليه تنصيب اعتيادي، ويحتاج من عندك تعريف السيريال نمبر اللي هو يحتاج من عندك هذا الاسم المستخدم، وهذا هو السيريال نمبر تثبته حتى يكون متفعل، يعني ما يحتاج فترة شهر وينتهي. بعد ما تكمل راح يكون عندك عملية الايكون اللي تظهر على سطح المكتب بهذا الشكل اذا تباوعوها، اللي هي الفاست ستون كابتشر. مجرد انه تنقر عليها، لان انا هسه ما اقدر يعني اشغلها بقدر لان اسجل بنفس التطبيق، فراح نضغط عليها مباشرة. راح تكون على اكو شريط احمر يظهر عندك في اسفل الشاشة، دلالة على وجود عملية تسجيل. امنياتي للكل بالتوفيق.